مازال خاصنا الحزام، غادي نديرو من هاد البوندا هادي، وغادي ندير نفس العدد البوندا اللي درت هنايا. اذا هنايا شحال كنا درنا؟ درنا 8 سنتيم، غادي نجي ونعمل 8 سنتيم حتى هنايا. اذا الان دخلنا المساله ديال الخياطه، كيفاش غادي نخيطو؟ سير لا بليور و تيبقى الدق ديالك في الاختيار ديال الميتراج ديال شحال بغيتي من مترو، شحال حبيتي من مترو. إذا كنشدو بهاد الطريقة، إذا الإبرة اللي غادي نخدمو بيها غادي نوريها لكم، غادي نوريكم الرقم ديالها، ولكني مغاديش نوري الاسم ديالها، غادي نقولو فمي. وانا غادي كنحدد في النقط ديالي اللي هما اساسيين. اذا بعد الشرح في الطابلو، الا ما فهمتوش قول لي استاذ بغيناها في الباتروناج، او نديرو في التوب مباشره ان شاء الله باذن الله. نقطع الشريط ديالي اللي هو على شكل حزام بالنسبه للخصر لاطاي ديالي. إذن العمليه ديال البينوار راه سهله، ماشي شي حاجه، يعني جد طريقه مبسطه في الصاله ديالو، يمكن تحصل مباشره على القماش، يعني ما كيطلبش شي جهد كبير. إذن هذا بالنسبه لي هو الحزام. اذا نفس الاعداد عندنا الحزام درت فيه في الطول 150، انت اللي ديري على حسب الدوق ديالك شحال بغيتي من الميتراج، يعني الا حزمتيه شات لك فيه عدد مهم. اذا عندنا هاد لي سينتور اللي غادي نديرو في الكول، داكشي عندنا لا مونش ديالنا هي هادي. اذا غادي نحي لي مونش ديالي من الباتروناج. اذا تعمدت وفصلتو مباشره باش ما نشدش وقتكم، يعني ناخذ من وقتكم بزاف نطول الفيديو. فصلتو مباشره يعني حطيت الباتروناج وداكشي. إذا الجير ما غاديش نديرهم بلاكات زعما اللي محطوطين هنايا، من بعد نقول لكم علاش، ولا نديرهم شي موديل اخر ان شاء الله. إذا نجمع الباتروناج ديالي نحتفظ به، إذا عودة ولا شنو غادي ندير؟ اذا اول حاجه غادي نفتح الامام ديالي على هذا الشكل. اذا هذا الامام ديالي،
مع الامام الثاني. انتم طريقة عادية غادي ناخذ الخلف ديالي على هذا الشكل ونحط الخلف مع الامام. اذا هنايا تركيز، هنايا الكتاف غادي نخيطهم ونخيط الكتاف الثانيين هنايا ونكمل. اذا بهذه الطريقه خصني نشدهم، غادي نشدهم بلي زيبانغل هما الاولين على هذا الشكل. كتشوفوا الدار بانه صغير على الامام باش يجينا مجموع، ونشد هذا مع هذا يمشي. نمشي ونخيطو. إذن أول حاجة هو نبدل الإبرة ديالي. إلا كتشوفو الرقم ديالها 75 11 عندها هادي طانون رقيق وغليظ كيكونو. شوفو المعصم ديالها كيدير رقيق، هادي كدوز ليها ليكرا وكلشي متوفرة في السوق. يعني واحد اللي ما تفقدات دابا رجعت. اذا 17 11 انوفا بلا ما نوري الاشهار ديالها. اذا غادي نحيي الليبرا ليبرا لان عندي ستان هذا. اذا ملي كندير ليبرا اول حاجه كنفكر فيها هو ان ليبرا واش طلعت الفوق ولا لا. وكنشوف واش الساقيه ديالها هنا بيدي على هذا الشكل. اذا غادي ناخذ الكتاف ديالي نخيطهم. اذا الابرة رقيقة عندها حساسية من هاد لي زيبانغل، يعني بحال ديال العمليات الجراحية، يعني ما كتخليش لاطراس ديالها او ما كتخليش داك الثقب ديالها داخل القماش داخل الثوب. نبغي بيان نشوف الجهة الثانية هي هادي. إذا كنلاقي الكتف مع الكتف، مسألة معتادة عندكم عند جميع الأخوات والإخوان. إذا غادي نمشي ندير له السيرجي في الكتف، أي حاجة خيطة خصني ندير لها السيرجي ورجع. يعني فين غادي ندير السيرجي؟ غادي ندير السيرجي هنايا وفي هاد البلاصة هاد المكان وانا راجع عندكم. اذا تاني حاجة غادي نخيط لي مونش ديالي. دابا غادي ندير لهم لونسومبلاج نجمعهم. اذا درت كرانة هنايا عملتها في لا مونش ديالي على هاد الشكل. اذا الخلف لي يوازي الامام، هالكرانة هذا الامام بالنسبة ليا. انتم شفتوا هذا الامام هنا فين غادي نحط راس لكم على هذا الشكل، وغادي نبدا الخياطه من هنا ورجع لهذا لو بوين هذا. اذا هادو لي مونشور اي مونشور لونتورنور. اذا غادي نخيط لا مونش ديالي على هذا الشكل، ما شداتش بلي زيبانغل يا حبذا لا زعما، يعني جعلتها فوفيلاج او غرزه الامام، لان لي زيبانغل مع ليبرا رقيقه المصعد ديالها. اذا رجع منين بديت من راس لكم اللي حطيت. اذا غادي نرجع من هنايا
نعود نخيط لامونش مع تركيز. دورة لكم. اذا الطريقه ديال اتصال بالكم وداكشي زعما يعني انتهينا من درنا منها عدد كبير من الحلقات. كيفاش كنفصلوها كيفاش كنجمعوها اللي كانوا متبعيني من الجيت راه غادي يعرفوا الطريقه. اذا باش نعاودو نسرعوا في الفيديو ونجوزوا المسائل اللي درنا ونجوزوها. مونش تانية لي هذا دورت لكم شتوها اذا هنا فين وضع الكرانة ديالي الى تلاحظوا ما حطاش في الخياطة مباشرة لان الامام لا يوازي الخلف. هذا دورت لكم ديالي كما كتشوفوا. على هذا الشكل اذا غادي نحل راس الكم هذا فين عملت كرانة ونحط الكرانة ديالي مع الكرانة او العلامة مع العلامة. نتوكل على الله نخيطو. اذا الابرة رقيقة 17-11 انوفا موجودة في الاسواق فيها الارقام حتى هي. يقدر كاع الفيديو ما يهمكش ولكن الابره مهمه باش تعرفي هذا الرقم هذا بانه ديال الكرا والحجر الرقيقه وديال المبره وجميله في الخدمه ديالها. بالنسبه للحجر الرقيقه اخوات اللي كيسالوني كيقولوا لي استاذ راه الماكينه ديالنا ما كتخيطش الرقيق. الدور كل الدور هو الابره والريكلاج بالماكينه. لأن يعني الخياطة بحر والأدوات ديالها بحر. إذا حاجة بحاجة إن شاء الله تنوصلوا للمبتغى ديالنا بإذن الله. دقيقة نغير الخيط باش نخيط لاسانتيو ديالي اللي غادي ندير في العنق هادي باش ندير الكولور ديالها. اذا الحزام ديالي هو هذا يعني غادي نلاقيهم هادو بجوج حزام مع حزام وغادي نخلي هادو اللي غادي يجوني هاد لونسومبلاج هاد الخياطات بجوج هما اللي غادي يجوني في الخلف في القرفادة او في القافة. اذا سيت اكسبري يعني تعمدت باش نخلي لا لينيير ديالو او لا ليزير ديالو لان حاشيه رطبه بالنسبه ليا. اذا غادي نعمل له هكذا ونعمل له الفوفيلاج باش نخيطو. اذا بعد ما انتهينا من المونتاج ديال الكتاف ولي مونش ديالنا خيطناهم على هذا الشكل لي مونش التانيين على هذا الشكل اصبح الموديل يتضح. إذا الموديل بدا كيبان لينا على هاد الشكل. قلنا نلصقو له هاد البندا هادي. إذا خيطناها في الخلف على هاد الشكل غادي نجيبوها في القرفادة في القافة غادي نديرو كرانة ديالنا عملية معروفة
إذن بلا ما نحاولوا نتفننوا عليها يعني نديروا هذه التنخيطات بالنسبه لبعض الاخوات وعاد نقلبوا الكره، غادي نديرها مباشره وغادي يزينها ليا سوجي. اذا غادي نشدها على هذا الشكل هذا ونعمل ليها فوفي. ما عملتش لي زيبانغ لان الحساسيه ديال الابره اللي عندي هي غادي دير ليا يعني تهرس ليا تكسر. ولكن علاش الاستاذ غادي دير فوفيلاج؟ الا ما درتش فوفيلاج ملي كنكون كنخيط كيخرج لي واحد التيفو اللي هو خطير بالنسبه ليا انا. اذا هنا كنجبد لا سانتور ديالي هادي في القرفة هذا باش تجيني واقفة، كنجبدها يعني كنطاطيها كنتيريها بقا غادي. إذا بديت من الكرانة حطيت الخياطة ديالي من هنا ومن هنا وغادي كنعمل فوفيلاج. فهم لي كتكون كتخيط كتجي هادي دايره ديك هكدا وبعد الاخوات راه عارفين شنو بغيت نقصد. اذا بلا ما نشدكم معايا تندير فوفيلاج ورجع. اذا بعد ما نسالي فوفيلاج ديال هاد البلاصه هادي حتى لتحت هكذا غادي نسالي الجهه ونرجع للجهه الثانيه ونعمل ليها حتى هي فوفي هنايا ونوريكم. إذن انتهيت من الفوفيلاج. نوضح لكم حاجه اخرى يعني بان ها هو يعني هذا الطرف هذا ديال الامام والطرف الثاني ديال الامام الثاني. هذو لي مونش اللي كتشوفوا التركيز ديالنا هذا الخلف ديالنا. اذا غادي نوضع الامام باش توضح لكم الصوره مزيان. اذا ملي عملت فوفيلاج غادي يطلع هادشي انتيول وزويون. اذا هنايا عملت الفوفيلاج ديالي على هاد الشكل تجيني لابوند على هاد الشكل. اذا كنقلب الفوفيلاج ديالي واش هو هذاك. اذا اشنو عملت؟ عملت فوفيل، شديتها بفوفيل. علاش استاذ؟ لانها ريسكي. اذا بعد ما عملت فوفيلاج غادي نمشي نخيط.
جلدا كنخيط وكنتفقدها يعني بلاصه ما درت فيها بوفريلاج مليح ولا نحي لان راه شاد التوازن ديالي. شوف بلاصه اللي تخلق لي مشاكل. إذا ننتقلوا للموضوع الثاني. إذا بعد ما خيط البندا الأمام غادي نخيط الحزام ديالي هو على هذا الشكل، غادي نطوي على جوج. إذا الحزام عندي طويل كي كتشوفوا، هذا هو الحزام ديالي، غادي نشدو ونخيطو. إذا غادي ناخذ سنتيم ديالي كالمعتاد. إذن هادي هو الحزام ديالي اللي غادي نحزم به التنوار ديالي. إذا ديما كنشوف ياك ما يكون ملوي ليا التوب هنايا، باش إلا كان ملوي ليا نجبد التحتاني على الفوقاني. إذا لابد من التريس. اذا الى شفتو هذا راه 4 على هذا، اذا كنشوف انا غير هنايا والمليمتراج ديالي اللي عندي هنايا يكونوا متوازنين. اذا المرحله الثانيه هو نتغس هذا على جوج، نعمل له كذا ونخيطو من هنايا باش نشدو ونقلبو. إذا غادي نشد الرازي هادشي، ناخد الطورنوفيس ديالي على هاد الشكل ونحل هذا بهاد الطريقة هكدا ونعملو هكدا ونبقى نخرج حتى نقلب هذا. كي كنقلبو مسمارا للعيد باش جينا مفيني وجينا متيول. إذا كنقلب فيه دابا، ونجر الحزام ديالي على هاد الشكل، نشد هاد البلاصة اللي مزال ما مخيطاش، شتوها نقلبها على هاد الشكل وندوز ليها خياطة. اذا غادي نلصق الجناب وغادي نلصق جياب ساك دو بوش اللي هما سوفون غوت دو نقطة الماء. اذا المرحلة الثانية هو الطريف هذا، غادي نصوب به باسونت
على حسب لو شوا ديالكم، كل وحده والاختيار ديالها وكل وحده والذوق ديالها في العرض ديالو. اذا نشوف شحال درت فيه في العرض. اذا غادي نعمل فيه 2.5 باش يدوز منو داك الحزام اللي عاد صوبت دابا. إذن بعد ما انتهيت منو شنو المعمول غادي نشدو على هاد الطريقة. إذن ملي تطوي هكدا غادي يبان ليك شحال غادي ديري فيه. إذن بقيت تلعبي غير ألوي بعينيك. نشد هكدا ونرازي بهاد الطريقة هاني، نحدقو على هاد الطريقة هادي، بانو، ونشدو ونقلبو. بعد ما قلبتو كنشوف الحزام ديالي كي غادي يدخل فيه. اذا هذا هو الحزام لا سانتيور. غادي نشوف كي غادي يدخل هكدا صحيح. اذا هنا فين غادي نخيط الجهة الثانية. إذن هذا كيديروه في اليمين. إذن غادي ندير الجيب ديالي، غادي نشد. إذن هادي الجهة اليمنى هانتوما، هذا التركيز شتو ها الكتاف ها التركيز هاهو. هنا تحت الإيبيت هنا الأمام فين كاينة ليا الباندا. إذن من تحت التركيز اللي هنايا غادي ندير 16 سنتيمتر ولا نقلب على لين دو تاي. إذن ها 16 سنتيمتر شتو غادي نحط فيها الباسونت ديالي اللي غادي يدوز منا لا سانتيو ديالي حزام باش غادي نتحزم. شنو غادي ندير تاني؟ غادي نشد البوش ديالي، هاد البوش الجيب الجيب. إذن هاد الطريقة راه وريتها لكم في القواعد الأولين من ضمن لي فيديو الأولين. إذن هاد ساك دو بوش هذا الوجه ديالو مع الوجه ديالو إلا كتشوفو راه هابط لتحت دابا. إذن باردون على هاد الساتان لأن البنات كانو كيتعلمو في هاد التوب. إذن هدا بينوار قصير. إذن نمشي للجهة الثانية. إذن هنايا هادو لي مونش الكمام ديالي، نشوف ليبيت الثاني إيبيت. إذن ها الإيبيت
مع الابت. شوف اذا هذا اون سي دو بغا، هذه لا مونش ديالي من هنا لهنا، داكشي اللي عملت في هذا نعمل في هذا. اذا هنا وضعت الجيب، اذا هنا غادي نوضع الجيب الثاني، هذا لوجي مع لوجي. نعدد المرة الثانية على هاد القماش، هدا كانو كيتعلمو فيه التلميذات. إذا اليد مغاديش ندير فيها بواني، يعني من لوطخ كولور، من هاد الكولور ما نكثرش. إذن أشنو المعمول عندي؟ غادي نجمع اليدين، غادي نجي من هنا. إذن غادي اخترت العدد اللي بغيت ندير في الفم ديال الجيب ديالي، مثلا اخترت 14. دابا انا هبطت لتحت ديال الجيب، بغيت نشرح لكم. اذا اللي يسرع على الجهه يسرع على الجهه الثانيه. اذا بعد ما انتهيت هذا هو الجيب ديالي، جيت خيطت حتى لهنا وجيت وعبرت المسافه اللي بغيت من هنا لهنا باش يدخل ليا تدخل ليا يدي 14 سنتيمتر جيسكا 5 جيسكا 15، وندور بالخياطه ديالي على هذا الشكل هذا. اذا غادي ندور الجيب ديالي اللي هو هذا، غندورو بالخياطه حتى لهنا. بعد ما حاصرته هنايا ومن هنايا غادي ندورو بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نشد وندور الجيب ديالي. إذا غادي نخيط الجيب ديالي على هاد الشكل هذا. بعد ما قليت غير الفم ديالو، إذا هاد الجيب راه كنت درتو بدراسة في واحد الحلقة. اذا مباشره وضعت الجيب الثاني بالعمليه اللي قلت لكم، يعني هنا تحت الابيض هبطت بالعدد ديالي اللي بغيت، كنهبطو ب 16 18 او تحت لاين دو تايب 2 سنتيمتر جيسكا 4 سنتيمتر. اذا الجيب الثاني ديالي هذا، اذا ارى وضع الجيب لتحت كما كتشوفوا هكذا. نحيد لي زيبانجل ديالي باش نجمع لي مونش ديالي. اذا لي مونش ما درت ليهمش الباندا، يعني كنت نضيف اللون الثاني اللي عملت في الامام ودرت في الحزام، ولكن ما بغيتش نكثر الالوان. اللي مهم عندي هو الضرس
اذا هادو هما اليدين منين كنخرج اليدين نفس العبارات. اذا لا ماجوريتي ديال الاخوان اغلبيه ديال الاخوات اللي كيتفرجوا بيا كيتفرجوا في لي فيديو كلهم عارف شحال كناخذ العبار ديال اليد الاولى وهي اللي يصرى عليها هذه كيصرى عليها هذه يعني اللي عملت في هذه اليد نعملوا اليد الثانيه في هذه البلاصه هذه. اذا مثلا عندي 15 هنا ندير 15 هنا في اليد الاولى باش يجيني عباري متوازي. اذا هاد القماش كنخدمو به البنات وقلت لهم اجي نديرو درس به للاخوات نديرو فيديو. باش يستافد الجميع. اذا نفس العملية اللي درت قبيلات جيت لهنا عبرت 15 سنتيمتر من هنا لهنا وما خيطتش الجيب ديالي هبطلو مباشرة لتحت عاد خيطتو. اذا قديت هادو وجبتهم بحال هكدا وجيت لهنا اذا من هنا لهنايا 15 سنتيمتر عملت 15 سنتيمتر على هاد الشكل. اذا من هنا لهنا 15 سنتيمتر فين تدخل يدي وما غاديش نجي خياطها هكدا نخيط الجيب ديالي على هاد الشكل هذا. اذا ما غاديش نخيط على هاد الشكل هذا غادي نهز ونجي حتى لهنا ونخيط. اذا جيت ل 15 سنتيمتر انا واضع فيها البنغله ديالي ونتوكل على الله. اذا عاد رجع نخيط الجيب الثاني هذا هو الجيب الثاني. اذا غادي نشدو بهاد الطريقه هادي ونخيطو نجي من هنايا فين وقفت وندور على الجيب ديالي نعمل له هكدا اذا كاين عندنا بزاف الطرق باش كنخيطوا هاد الجيب هذا. المهم غير هادي غير فكره للمبتدئين اللي عاد بدات الخياطه كنوريها كي دير له كيفاش تحيل عليه ومنين تدوز له قبل ما دير الاخطاء. اذا هو خيطو. اذا غادي نحددوا الطول ديالنا والطول ديال اليدين باش ننهيو هذا الموضوع. اذا ما بقى لنا الا نكفوا اليدين ديالنا يعني نعطفوهم ولتحت. اذا غادي نبدا من هنايا. اذا عملت لو سيرجي على هاد الشكل نتني. اذا حذاري من الماكينه تكون خاسره من التحت. اذا كنكفف الكفافه ديالي لتحت حيت غون كنلقى فيها صعوبه
اذا نعاود نكفف اليدين ديالي اذا هادو اللي كنخيطهم الدور ديال اليد على هذا الشكل الدور ديال اليد تكون عندكم فكره. اذا ديما ابره رقيقه اليد الثانية اذا ما بقنا الا نوضعه فوق المانكين باش تشوفوه فوق المانكان باش تشوفوه. اذا نتوكلوا على الله. اذا هذا هو الموديل اللي عملنا لكم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اذا الباندا اللي عملنا هي هذه كما كتشوفوا. اذا بيكاج ما درناش بيكاج ولا شي حاجه بحال هكذا ولا تفننا خيطنا خيطة عادية ودينا على هذا الشكل. إذا نتمنى نكونوا في المستوى وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله وشكرا جزيلا.